plans and all that. No question. كمشروع الحرس الوطني لا زال في أدراج الحكومة لم يتم تقديمه إلى البرلمان في غضون أسبوعين هكذا تم وعدونا أن يقدموا إلى البرلمان خلال أسبوعين طبعا الأحداث في الأنبار بشكل واضح حازت الاهتمام الكبير وحصل نوع من التعبئة الشعبية التعبئة بجمع الناس في سبيل مواجهة تحدي داعش طبعا هذا أثر على مسار العملية السياسية أجمع ليس فقط على تشريعات القوانين الأساسية والمهمة اللي تقدم إلى البرلمان